بصبح على حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الصباح لسه مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا المختلفة بصبح على شعب مصر العظيم ليه هو شعب عظيم؟ عظيم بوعيه وقدرته على التمييز بين من يبني ومن يقوم بالهدم، من يحاول ان يزعزع امن واستقرار الوطن ومن يبني وايضا يقوم بسلسله من الاصلاحات داخل المجتمع وبالطبع كله في النهايه للمصريين العظماء. دايما ومش غريب ابدا على المصريين انهم يكون عندهم الوعي الكافي بكل المحاولات اللي بتحاك ضدهم من الجماعات الارهابيه وكل محاوله من هذه المحاولات لزعزعه امن واستقرار الوطن دائما بتقتل في مهديهم. بها. طبعا وعي الشعب المصري هو وعي كلنا بنراهن عليه اصبح عنده ما يكفيه انه كل محاوله من محاولات التخريب تكون تجديد مره ثانيه للثقه في القياده السياسيه العظيمه كل دي طبعا اشياء دعت اليها الجماعات الارهابيه في الفتره اللي فاتت لمحاوله لتخريب وزعزعة أمن واستقرار البلد من الداخل لكن بالطبع تبوء هذه كل المحاولات بالفشل الذريع هنتكلم أيضا ومزيد من المعلومات والتفاصيل عن الموضوع ده مع ضيفي الكريم الأستاذ عبد الجواد أبو كب الكاتب الصحفي بصبح على حضرتك أستاذ عبد الجواد الخير على حياتك وعلى السادة المشاهدين يعني خلينا في البدايه نوضح للي بيتفرجوا علينا دلوقتي الاسباب الحقيقيه وراء فشل الجماعه الارهابيه هذا الفشل في كل محاوله من محاولاتهم لزعزعه امن واستقرار الوطن. لانه الاكاذيب دائما لا تبني وطن. وهذه الجماعه منذ ان تاسست هي جماعه دمويه قائمه على فكره استغلال كل المعطيات للوصول الى الحكم. وعند الوصول للحكم الفلسفة ليست هو أو هي حكم مصر ولكن هي دولة الخلافة يعني خدمة المشروع التركي بشكل أساسي يعني منذ قديم الزمان وعندما مكنوا في العام الأسود الذين حكموا في مصر كانت القصة واضحة كان أنه تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية كان تدويل كل القضايا فكرة التقسيم التخد... التخديم على فكرة التقسيم وده كان واضح بشكل كبير جدا وشفنا ال... الاحتفال اللي اتعمل يوم السادس من اكتوبر بدلا من استضافة ابطال النصر كما هي العادة يعني احنا كل سنة في 6 اكتوبر بنجيب ابطال النصر بنحتفي بالابطال المقاومة الشعبية في مدن القنال وشمال وجنوب سيناء راينا القتلة في استاد القاهرة الاحتفال كان بالقتلة وده يقول التوجه بتاع الجماعه آآ آآ رايح فين وازاي هم بيخططوا لهدم هذا الوطن وشفنا ده بشكل اوضح في قضيه زي سد النهضه اللي لا يمكن آآ مصري آآ اصيل يختلف على فكره انه دي مصلحه وطنيه إحنا شفنا هذا الهدم الكبير لكل مساعد دولة، هذه الشماتة الكبيرة إنه مصر مش هيبقى عندها مية، إنه مصر هتفتقر، إنه مصر مش قادرة تحل المشكلة. طب إلى و... أي مدى استطاع المصريون إنهم يفهموا هذه الأهداف الخبيثة ومش بس كده كمان يعملوا على رفضها؟ يعني خلينا أقول انه الرد على الارض وخلينا نقول انه الـ الـ المصريين هم جيش الدفاع الاول في الحقيقه، يعني واحنا بنتكلم على ان احنا دوله بلا كتائب الكترونيه ما عندناش آه وحدات خاصه بتشتغل على ده، ما عندناش حاجات مدفوعه تواجه الكتائب الالكترونيه اللي بتتلقى اموال من الدول المعادية في الخارج، آه خلينا أقول انه الشعب بوعيه هو اللي بيتصدى حائط دفاع اول على السوشيال ميديا وعلى الرفض المجتمعي لهذه الافكار اللي بيطرحوها و اقول كمان انه في الحقيقه في مجموعات بتتطوع انها تعمل ما يمكن ان نسميه خلايا للرد او خلايا للاشتباك بشكل وطني وبنشوف ده في اي قضيه بتطرح في الحقيقه الفيديوهات المفبركه الاخبار الزائفه الشائعات اللي هي يعني إحنا ممكن نلاقي في اليوم الواحد أكتر من 200-300 شائعة في اه أكتر من مكان اه في الحقيقة مفيش دولة كلها تقدر كلها محاولات لكن بطرق مختلفة بطرق للهم. مختلفة لكن اه الدولة بمفردها ما كانتش تقدر تتصدى لده فالناس في الحقيقة الوعي بيزداد يوما بعد آخر اه الناس بتبقى فاهمة كويس قوي أنه القصة آآ آآ بالنسبه للقضايا <applause> عفوا بالنسبه للقضايا الخلافيه يعني ما فيش مواطن آآ حيصدق واحد بيشتم قواته المسلحه وجيشه انه عايز مصلحه هذا الوطن انه بيتكلم على هدم القوات المسلحه انه عايز مصلحه الوطن وبيتكلم على هدم جهاز الشرطه ووزاره الداخليه انه عايز مصلحه الوطن والناس اتعلمت كتير قوي من درس 2011 اذا هناك ادوات بيمتلكها الشعب المصري وبيمتلكها المصريون آه لمواجهة آه من يضر بمجتمعهم وأيضا بدولتهم ما هي أبرز الأدوات طبعا إحنا تكلمنا عن الوعي وزيادة الوعي بالطبع الشعب المصري يملك الكثير يعني خلينا أقول أن الانتماء في الحقيقة انتماء المصري يعني حتى لما بنشوف الناس بتهاجر بيهاجر وبيقعد 20 سنة و30 سنة لما جات الـ الـ وزارة الهجرة آه عملت فكرة الجذور وفكرة العودة للوطن وفكرة اكتشاف ما يحدث في الـ الـ الوطن من تنمية فكره الانتماء ده واضح بشكل كبير جدا واضح في الجاليات اللي معموله بره واضح في فكره الدعم للقضايا المصريه واضح يعني مثلا لو احنا خدنا جزء من فكره القصه الشهيره اللي كانت جماعه الاخوان الارهابيه بتلعب عليها وفكره الوتر الطائفي سنجد ان هناك دعم غير محدود وبشكل واضح وكبير جدا من المصريين في الخارج للدوله المصريه ولما بيجوا يشوفوا في الحقيقه يمكن الزيارات اللي اتعملت للمصريين في الخارج الى المشروعات القوميه الكبرى أه ورت قد ايه انه الـ الـ هذا الدعم ما كانش على أه فراغ، كمان فكره الـ الـ خلينا اقول الـ الشباب يعني الشباب لأنه هو خط مواجهه مهم جدا على الـ الـ وسائل التواصل الاجتماعي. فكرة الوعي بما يحدث فكرة الوعي بأن هناك مؤامرة وأن هناك استهداف وأن هناك أموال تنفق يمكن الخلافات اللي حصلت ما بين الهاربين إلى الخارج أو ما بين جماعة الإخوان القيادات والكوادر الشابة خاصة بعد اعتقال محمود عزة الرجل الدموي اللي كان بيحرك أمور كثيرة جدا في المشهد الإخواني يمكن ده كمان خلى الصورة توضح بشكل كبير جدا. إذا الإرهاب هو خطر دولي نقدر نقول مش خطر محلي لكنه بيجتاح كل العالم. إذا الجماعات الإرهابية لن تتوقف عن محاولاتها لبث الفتن داخل المجتمع وإشعال نوع من عدم الاستقرار الدائم ولن تتوقف الجماعة الإرهابية في فعل ذلك. إذا هل ما حدث من الشعب المصري في محاولة لقتل هذه الأعمال الإرهابية وتفويت الفرصة يعتبر نقدر نقول زي تخلصنا من الامراض الخبيثه مثلا والله انا انا عايز اقول انه القصه اعقد كثيرا من من هذا الامر اللي احنا بنتكلم على تنظيم دولي بنتكلم على دول داعمه بنتكلم على 3 مليار دولار بينفقوا في محيط الاعلام المعادي فقط على استهداف جمهوريه مصر العربيه كدوله لان هو هي قصه تتخطى فكره الجماعه يعني الجماعه الان اصبحت لعبه في يد قطر، لعبه في يد تركيا لخدمه اغراض قطريه واغراض تركيه والقصه مش مش انه كل الناس مستهدفه يعني الجماعات الارهابيه بتستهدف الدول بشكل نوعي، لكن لما بنتكلم في حاله مصر الاستهداف هنا للامن القومي المصري، الاستهداف هنا للرباط والاستقرار في الداخل، هناك محاولات لهدم الدولة بشكل رئيسي ومستميت ولذلك هنلاقي هذا الكم الكبير جدا من الشائعات بدءا من مشروع قناة السويس، الاقتصاد المصري، المشروعات اللي بيتريقوا عليها، الكوميكس اللي بيتعمل لأنه ده برضه بينتج بمبالغ ضخمة، فكرة إنه يبقى فيه تسع قنوات تستهدف مصر بشكل أساسي، تسع قنوات ناطقة باللغة العربية ليس ليس لها هم الا جمهورية مصر العربية، ليس لها هم الا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجيش المصري، الشرطة المصرية، وهنشوف في الايام الاخيرة، هنشوف كم الفيديوهات المفبركة اللي بتتعمل، الحديث عن أن هذا الوطن مشتعل بثورة هي في الحقيقة مش موجودة الا في مخيلتهم أو على صفحات السوشيال ميديا بتاعتهم، ففكرة الاستهداف لمصر هو استهداف لقوى دولية آه لا تريد لهذا الوطن ان ينهض وهنلاقي كل ما مصر بتاخد خطوه في الحقيقه بيزيد هذا الاستهداف بشكل آه كبير جدا لكن فكره عدم الالتفات، عدم التوقف، ويمكن شفنا في كورونا في الحقيقه انه كل ما فعلته الدوله المصريه في السنوات الماضيه هو اللي خلى هذه الدوله ثابته واقفه على قدمين وانها تجاوزت الازمه بعكس دول كبيره تعرضت لصدمه كبيره جدا في هذا طب الـ ازاي الأمر. ممكن نرسخ مزيد من الوعي عند المواطنين علشان يستوعبوا الامور دي بشكل اكبر؟ عندنا جزئين في هذه القصة وفق وجهة نظري الـ الـ القصة الأولى وهي الجامعات والتعليم الانضباط في التعليم يعني احنا محتاجين في الجامعات المصرية في الحقيقة إلى كم كبير جدا من الانضباط هذا الانضباط يشمل التخلص من مؤيدي جماعة الإخوان لأنه خطر جدا أنه يبقى فيه مدرس أو أستاذ جامعة لأنه الطالب بيشوفه أستاذه قد يتأثر ب بشكل أو بآخر وشفنا أنه في وقت حكم الإخوان في السنة دي ظهرت نماذج كثيرة في الجامعات المصرية وفي المدارس وبقت بقى الأمر يعني خلينا نقول أشبه بظهور الخلايا الكامنة ويمكن الدكتور حسين كامل بهي الدين رحمه الله لما كان وزير للتربية والتعليم كان حاسم جدا في هذه المسألة أنه أي حد كان بيبقى كده كان بيحول للأعمال الإدارية اللي هي بعيد عن التواصل المباشر فالانضباط في الجامعة هيوفر حاجات كتيرة جدا ويدعم قصة الوعي وقصة الانضباط الجزء الثاني هي المفهوم الأشمل للإعلام أنه ما نفكرش أنه الإعلام ده هو الصحف والتلفزيون لا في الحقيقة الإعلام هو المفهوم الشامل للإعلام إن إحنا بنتكلم على السوشيال ميديا بنتكلم على الإعلام الرقمي بنتكلم على اليونتس الصغير المتعلق بالإعلام المحلي اللي بقى ليه أثر كبير جدا في مصر في الحقيقة و و... لازم يعني الشعب المصري واكيد هو مستوعب جدا انه في اعلام معادي بيبذل كل جهده لمواجهة اه بس انا بتكلم هنا على دور الدولة، يعني دور الدولة ان توسع مفهوم الاعلام، ان احنا ما نتعاملش على السوشيال ميديا انها آه سوشيال ميديا ومواقع تواصل اجتماعي، لا هي نوع من ال الاعلام ونوع مؤثر جدا ويمكن هي اللي بتحرك دلوقتي الاعلام التقليدي بشكل او باخر في بعض آه القضايا، كمان فكرة ال ال الاعلام اللي موجود في المحافظات اللي هو مراكز النيل التابعة لهيئة الاستعلامات، كل هذه ال, ال الجوانب او القنوات يجب ان يكون لها رؤيه واحده موحده نشتغل عليها بشكل كويس جدا وناخد بالنا كمان في حاجه خطيره جدا وهي القنوات خلينا اقول انها القنوات السي ما يطلق عليها قنوات السيليا ما بتطلعش من مصر بتطلع من اقمار صناعيه قريبه لكن المصريين بيشوفوها ودي بتعمل نوع من خلينا نقول التغييب انجاز التعبير بيبقى فيها حاجات محتاجه مراجعه بشكل كبير جدا لكن لو احنا شفنا الـ الـ هذا المجتمع هل ترابطه دلوقتي أفضل ولا من كام سنة لا هذا الترابط موجود دلوقتي الرهان على محافظات كانت غاضبة بالأساس زي مثلا محافظة السويس اللي محمد علي لما طلع من من كام يوم واتكلم على 20 سبتمبر كان بيراهن على هذه المحافظات في الحقيقة الـ هذا الرهان بيدي نتائج خلينا أقول عكسية بالإرادة الشعبية وحضرتك بتتكلم عن الرهان إلى أي مدى نجح رهان الشعب المصري لنفسه في انه يثبت للجميع ولكل المجتمع الدولي انه على وعي كبير جدا بما يحاك ضده يعني خليني اقول انه الشعب المصري في الحقيقه يعني ممكن يتعمل له لكل الناس او سيما لكل الناس تماثيل لانه التفويت لهذه الخطط مهم جدا الرهان على الشعب مهم جدا، صحيح الدولة بتقوم بدور كبير جدا في حماية المنشآت الاستراتيجية والقيام بكل ما هو مطلوب لحماية الحدود وحماية مثلا قناة السويس والإحباط يعني محاولات التفجير والحاجات اللي بيتم ضبطها بشكل أو بآخر لكن المصريين بيثبتوا دائما انهم على العهد ان هم واقفين بشكل كويس جدا ان هم الحارس الاول لهذا الوطن ان هم الجيش الشعبي الواعي بشكل كبير جدا شفنا انتخابات بتمر مهما كانت الازمات ومهما كانت المشاكل في الحقيقه في ثبات في فكره المواجهه مع العدو اللي هم بقوا عارفينه كويس قوي بقى معروف كويس جدا القنوات المعاديه وقنوات الاخوان المنصات الاخوانيه بتعمل ايه بشكل اساسي وبقى معروف الرد ويمكن سهل هذه المهمه خلينا نقول الشفافيه الكبيره من قبل الحكومه يمكن دوله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في حاجتين مهمين جدا اتعملوا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ومنصه الرد او مركز الرد على الشائعات اللي هو بيتابع الشائعات وبيرد عليها بشكل سريع جدا ممكن ده ما كانش موجود التطور الكبير قوي في الاعلام العسكري اللي في الحقيقه ما حدش بقى بيسبقه دلوقتي يعني ما حدش بيجي في اي حادثه ويخترع ارقام زي ما كان بيحصل من عشر سنين مثلا لا في تطور كبير جدا في الاعلام الحكومي في شفافيه في المعلومه احنا مثلا في كورونا كانت المعلومات حاضره بشكل كبير جدا على كافه المستويات وده ما بيخليش حتى الإعلام الأجنبي اللي هو له أغراض أو عايز يصطاد في المال عكرة إنجاز التعبير يدور على المعلومات في حتة تانية وطول ما المعلومة حاضرة طول ما في هذه الشفافية مساحات الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة بتزيد بشكل كبير جدا وهو ده اللي حصل مهما كانت التحديات الموجودة في الدولة المصرية أه الأساس في العبور زي ما ذكرنا هو وعي الشعب المصري لازم يكون عندنا آليات علشان نرسخ مزيد من المفاهيم ومزيد من الثقافة للشعب المصري وخاصه فئه الشباب ده صحيح يعني خلينا اقول انه انه لو احنا هنتكلم على على الشباب جزء كبير جدا من ثقه الشباب أنه هو حس أنه هو بقى له دور احنا بنتكلم على آه ست سنين آه منذ اللحظه الاولى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقصه الشباب وكان التصور في الاول انه ده كلام آه للاستهلاك الـ الـ الدائم يعني زي ما كان بيحصل قبل كده لكن الشباب شاف انه في عامه عمل للشباب شاف انه في اكاديميه عملت للشباب شاف انه في برنامج رئاسي ل تأهيل الشباب حتى في هذه الانتخابات شاف انه في تنسيقية معموله لشباب الاحزاب والسياسيين وشفنا نماذج يعني مشرفه من هذه التنسيقية دخلت لخوض الانتخابات، ففكره الاهتمام، فكره انه الشباب يبقى قاعد جنب السيد الرئيس في المؤتمرات، فكره التمكين بالتعيين في مناصب قياديه لاعمار صغيره جدا، فكره انه هو بقى موجود، فكره الشفافيه في التعيينات انه بقى في مثلا وزاره زي وزاره البترول على سبيل المثال كانت بتعين بطرق مختلفة في أوقات مضت دلوقتي لا في الكمبيوتر وفي دور الشباب هو عارف طالما دوره على الكمبيوتر موجود فكرة الاختيار للبرنامج الرئاسي هو اختيار بلا وسطة الناس بتكلم فكرة الرقمنة أن أنا بدخل كل حاجة فيها رقمنة وفيها كمبيوتر وفيها شفافية ده في الحقيقة هو تغيير في مؤسسات الدولة بشكل كبير جدا ده صحيح. ومزيد من الثقة ده صحيح لكن خلينا أقول كمان أنه الثقه كمان لدى المواطن بتيجي من الخدمات يعني احنا شفنا مشاريع كبيره جدا واتعملت في الدوله في قطاعات مختلفه لو قلنا مثلا تكافل وكرامه لو قلنا مثلا المشروع بتاع علاج مرضى فيروس سي علاج مرضى الحالات الحرجه كل الحاجات دي كانت بتكلف وكانت عبء كبير جدا لما نتكلم على 2 مليون مريض بفيروس سي كان ما كانوش لاقيين علاج يعني هما لا يستطيع ان يدفع كلفه العلاج بقى بيتعالج بالمجان وبقى هم اللي بيتصلوا بيه يعني فكرة الخدمة الحقيقية مش الخدمة اللي موجودة على الورق لكن في مشاكل اه في مشاكل ما فيش حد هيحل المشاكل مره واحده، هل هناك محاولات من الدوله للتخفيف؟ اه في محاولات من الدوله للتخفيف، ولو وخد... خدنا ملف المصالحه في مخالفات البناء هنلاقي ده واحد من القضايا الاستراتيجيه والمهمه اللي فيها مرونه من الدوله، الدوله استجابت فيها لمطالب المواطنين في المحافظات، بقى في تخفيف في هذا الجانب، بقى في مراعاه لفكره انه هل المباني دي فيها سكان ولا لا؟ الحاجه الوحيده اللي ما بتتسامحش فيها الدوله هي فكره اغتصاب اراضي الدوله م. فكره ان يبقى في مباني موجوده على طرح النهر زي ما شفنا في الفيضان او في زياده المياه طيب المنسور. كمان استاذ عبد الجواد بمجرد اطلاق دعوات تخريبيه من الجماعه الارهابيه تصدى لها المصريون منذ اول لحظه وده طبعا شيء بيتكرر دايما مع كل محاولات للتحريض ضد الدوله هل نقدر نقول دي تعتبر تجديد للثقه في القياده السياسيه المصريه شوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه واضح وهذا الوضوح يعني يمكن معظم الناس في مصر الصعايده بحروه يحبوا هذه المسأله وهذه المكاشفه يعني هو منذ اللحظه الاولى ما خباش حاجه ان احنا عندنا مشاكل كذا 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 وفي تقديري انه هذا الرجل لا يحتاج الى تجديد ثقه لانه الناس خلينا اقول بتحس بالحاجات اللي بتتعمل الناس اللي كانت متضايقه في مصر الجديده من الكباري الجديده ومن هذه الحاجات اللي اتعملت يعني خلينا نروح دلوقتي وناخد استطلاعات الناس الناس حست بهذا الفرق لكن هو المواطن دايما بيبقى ضد التغيير في قناه السويس الناس لو ما بتثقش في هذا الرجل ما كانتش دفعت اكتر من ستين مليار الناس لو ما بتثقش في هذا الرجل كنا شفنا على الاقل ما احنا بنتكلم برضو على كام نموذج بره بيسيء لهذا الوطن ممكن نقول ملايين قصادهم بيدعموا هذا الوطن وبيدعموه بشكل حقيقي بيدعموه ان هم مشرفينا في الخارج ان هم موجودين ان هم فخورين لما الساد رئيس بيروح وانا كان ليا شرف ان انا رحت معاه اكثر من مره بره، بتشوف المصريين الحقيقيين مش المصريين اللي قابضين فلوس علشان يشتموا الوطن، فانا في تقديري انه كل لحظه من لحظات هذا الوطن هي تجديد ثقه في هذا الرجل الذي لا يحتاج الى تجديد ثقه لانه هو بيشتغل لهذا الوطن وفي كل مره بنشوف كيف تسير الامور بنقعد نفتكر حاجه الناس ما كانتش واخده بالها منها وهو عملها لما نشوف ال مدينه ذكيه اللي بتتعمل لما نشوف العاصمه الاداريه لما نشوف الحاجات اللي بتتعمل في المواصلات في الحقيقه جهد كبير جدا بيتعمل في هذا الوطن كل مشروع هو تجديد ثقه في الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يعني حتى كلمته امام الامم المتحده رغم انه الفيضان جه ورغم ان احنا عندنا مشكله زياده او وفره مياه دلوقتي والناس بتتكلم الحقونا والقنوات المعاديه ومن منصات الاخوان بتتكلم بدلا من ان احنا هنعطش لا الحقوا اصل الميه كتير هتغرق القرى وبتاع فالفكره الحديث عن الجيد دائما هو تجديد ثقه في هذا الرجل اللي هو طيب. شايف خمسين سنه لقدام اكيد طب في ظل ما تقدمه الجماعات الارهابيه من محاولات فاشله مستمره ايضا قدره المجتمع خلينا نقول على فرز الفصيل الخائن من الفصيل الوطني ما هي الاليات الاخرى اللي محتاجينها؟ وبتكلم تحديدا عن نقطه التعليم، التعليم في مراحله الاساسيه والمراحل الاوليه علشان ننشئ جيل لسه طالع عنده القدره على مواجهه هذه الاعمال وهذه الافكار المتطرفه داخل المجتمع وكمان عايزه اتكلم مع حضرتك عن وسائل الاعلام. ده مهم جدا ويمكن يعني انا قلت لحضرتك من شويه فكره الجامعات الانضباط في الجامعات. الدوله هل فكره التعليم زي ما كانت من خمس سنين في الحقيقه لا لقد اسقطنا طوال سنوات طويله كلمه التربيه من التعليم رغم ان الوزاره وزاره التربيه الاول ثم التعليم الخطه اللي عملها الدوله فيها ده فيها التربيه وفيها المصلحه الشخصيه بقى للام والاب ابنهم صحه الابن فكره السلامه الصحيه لي الطلبه او التلاميذ لانه ده ما كانش موجود في الحقيقه وده اهتمام بالاسره المصريه السيد الرئيس يمكن اتكلم في خطابه في الاسكندريه قبل ايام على المدرسين المعلم وأنا عشان تبقى المدرسة عندي مظبوطة لازم أدي حق المعلم وهو ده اللي بتشغل عليه الدولة ودي مسألة في قمة الصعوبة اللي أنا بتكلم على أكثر من 2 مليون شخص يعملون في العملية التعليمية فأنا بتكلم على قطاع كبير جداً لكن مصلحته مهمة جداً فأنا اتكلمت على الأسرة الدولة تحدثت عن الأسرة تحدثت عن المدرسة بالانشاء احنا بنتكلم علي مليارات الجنيهات التي انفقت علي العمليه التعليميه انفقت علي التدريب المدرسين بقوا بيسافروا بره لما جينا اشتغلنا في المدارس اليابانيه مثلا علي سبيل المثال عندنا آه عشرات الالاف من المعامل اللي تم آه تطويرها اذا نقدر نقول في النهايه استاذ عبد الجواد ان مصر اكيد هي عظيمه بشعبها المصري صحيح. العظيم وبوعي شعبها المصري وقدرتها على مواجهه اي تحديات داخل المجتمع آه انا بشكرك شكر جزيل استاذ عبد الجواد ابو كبه الكاتب الصحفي شرفتنا يا فندم ربنا يخليك ومشاهدينا ومتابعينا الكرام لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح لكن خلونا نروح نشوف نظرة على أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد ونرجع لكم مرة ثانية.